يوم عيد ميلاده صحته من النوم بنفسها وقدمت له هدايا بالملايين، ورغم ده كله شكله كأنه زعلان. ايه اللي حصل بالضبط بين ابن كريستيانو وجورجينا؟ وليه الجمهور انتقد رونالدو بسببهم؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مشهد غريب جدا ظهر فيه جونيور ابن كريستيانو رونالدو خلال الفترة اللي فاتت. ظهر ومعاه جورجينا صديقة رونالدو المفضلة، وهي بتقدم له مجموعة هدايا بمناسبة عيد ميلاده، ورغم ان ده كان المفترض انه يكون يوم مفرح وجميل في حياة ابن رونالدو، لكن للأسف الشديد ظهر وكأنه زعلان او في حاجة مضايقاه. يعني مصحيه من النوم مخصوص جورجينا ومظبطة بنفسها الاجواء والاحتفالات، ورغم ده كله ابن كريستيانو كان زعلان. يا ترى سبب زعله ايه؟ قبل ما نعرف سبب زعله، واجب الاول نعرف مع بعض ايه الهدايا اللي قدمتها جورجينا ليه. جورجينا اللي هي مفترض من اهم نساء العالم اللي بتفهم الازياء، قدمت له شنطه جلد كده بس باين عليها انها براند حلوه وسعرها عالي جدا. يقال كمان ان في هدايا تانية مخفيه كده ما حبتش جورجينا انها تكشفها في الفيديو. كان المفترض بقى بعد الهدايا دي ان جونيور ابن رونالدو يتبسط جدا او يبدي اي اعجاب يعني، لكنه ظهر كانه مش متحمس قوي، وده كان باين عليه جدا، لكن برضو قام وشكرها بطريقتهم واخدها بالحضن وهي طبطبت عليه. اتضح بقى بعد ده كله ان جونيور ما كانش مبسوط قوي، لان والده كريستيانو رونالدو ما كانش موجود معاهم الاحتفال ده، وجونيور متعلق جدا بوالده بشكل كبير وكان بيتمنى انه يكون موجود في مناسبه زي دي، وده اللي لاحظه اصلا جمهور رونالدو الاجنبي. الجمهور على الفيديو بقى اللي نشرته جورجينا وقالوا ان ملامح الولد باين فيها زعل وانه متضايق من غياب والده، بس برضه برروا ده بان رونالدو بيعتبر الرجل الاكثر شهره في العالم، ودي ضريبه الشهره، وارد انه ما يكونش موجود ولا قادر يكون موجود بشكل كبير مع اسرته، وواجب برضه اسرته تكون مقدره وعارفه كده. المهم ان جورجينا صديقه رونالدو زي ما تقولوا كده فهمت ان جونيور ابنه زعلان ومتضايق ومش في احسن احواله، فعملت مفاجاه ثانيه في نفس اليوم. جورجينا جمعت كل اصحاب جونيور ابن رونالدو كل اللي تقدر عليهم يعني، وطلبتهم يحضروا حفلة عملتها في نفس اليوم مخصوص علشانه، وبرضه في الحفلة دي قدمت له هدايا جديدة وتورتة، وكان احتفال حلو جدا أثر عليه وعلى موده. الحركة اللي عملتها جورجينا دي أخد باله منها برضه عدد كبير من الجمهور، قالوا جورجينا قايمة بدور والدته رغم إنها مش والدته الأصلية، قايمة بأعظم دور في حياته، دور الأم عظيم جدا ومهم ومش أي واحدة تقدر تقوم بيه، ويمكن يكون ده السبب اللي خلى رونالدو يقول خلال الفترة اللي فاتت عليها إنها مراته. قال كده من كام يوم، وده كان أول مرة يقول عليها كده. جورجينا ورونالدو والأسرة كلها دلوقتي واخدين كام يوم فسحة بيلفوا فيها العالم، طيارة خاصة ويخت، ومروقين على حالهم. الأجازة بدأت من السعودية واللي قضوا فيها يومين في منتجع سياحي هناك، وبعدين اتحركوا على البرتغال. وهم بقى في الطريق كانت جورجينا بتستعرض كل حاجة كانوا بيتبسطوا بيها، سواء بقى كانت الطيارة الخاصة أو اليخت الخاص اللي كانوا بينتقلوا بيه في أماكن مختلفة.